عسلامة. عسلامة. لاباسة؟ عايشك فضلك. مش نسألك سؤال نجم العباد من بعد تقول لي تلومني عليه، فهمت؟ لكن تصوره مهم شوية. حسب رأيك تونس اليوم علاش ولت خايبة؟ والله للأسف إن تونس ولت خايبة. خايبة في كل شيء، خايبة معناها كبنية تحتية. ما نعرفش، ثم حاجات كنا قبل ما نفيقوش بها ولينا تو نفيقوا بها، والا العباد هي اللي ولات خايبه، والا الضغوطات الاجتماعيه والاقتصاديه هي اللي خلات العباد تولي خايبه. جروسو مودو في تونس تو، انا جوست عملت جوله صغيره تو في شارع الحبيب بورقيبه، معناها شيء اسف، معناها كنظافه تونس ما كانتش، معناها مش كيما قبل. كالعباد تحس العباد في حاله معناها هستيري، تحس العباد تمشي وتحس كانه معناها ضغط، ومع معناها كل انسان تحسه عنده مشاكل ويمشي بهمومه. معناها تونس قبل، معناها شنو اللي صار في تونس؟ صارت برشا احداث، صارت الثوره فرحنا بالثوره، صارت احداث 25 جويليه معناها فرحنا بها، جوست كامنت نو ما ثم حتى شيء. والله يا أمن الكبير في تونس وفي ولاد تونس وفي جهوية تونس، ونكره حاجة أخرى، نكره شكون يحكي بالجهوية في تونس. احنا صارت برشا حاجات في تونس، صارت برشا أزمات، اكتشفنا أن تونس من بنزرة التطاوين هي تونس واحدة، الشاب التونسي هو تونسي من بنزرة التطاوين، الشابة التونسية، المرأة التونسية الحرة هي نفسها من بنزرة التطاوين. حكاية الجهويات وحكايات هذية عمقت المشاكل في تونس. أنا مثلا من منطقة معينة، وأي إنسان من منطقة معينة ما يحسهاش، ما كي نخرجوا مع بعضنا في تونس ونبداو معناها في العاصمة ولا نحس هذا، معناها هذا يجيب اللوم على هذا، على خاطر هو اللي فز تونس، ولا هذا اللي يجيب اللوم على الآخر. كنا توانسة وكنا نحبوا تونس، وكنا معناها نقفل تونس في كل الأزمات نتاع تونس، وقفنا لها الكل، وقفنا في الثورة، وقفنا في أيامة الكورونا، معناها شفنا حالات، معناها ناس كيفاش تعاون في بعضها وكل شيء. معناها بربي انا عندي هذا معناها نداء بالحق، معناها من صميم قلبي، توانسه ترجعوا، توانسه حبوا بعضكم، الناس كل توانسه حبوا بعضكم وحبوا تونس. هذه تونس راهي عزيزه علينا، لو كي تمشي تتغرب في اي بلاصه مهما عملت فلوس ومهما عشت، راك في الاخر بالكل باش ترجع لبلادك، باش ترجع لامك، باش ترجع لوالديك، باش ترجع لاصحابك، باش ترجع لبلادك، باش ترجع للارض اللي تربينا منها. معناها ماذا بينا نحبوا تونس الكل وخلوا تونس ترجع كيما كانت، ولا انطلاقه قويه لتونس. ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله معنا نأملوا في شباب تونس ولاد تونس الكل يخدموها ويحبوها، وان شاء الله يصير كل خير ان شاء الله. تونس لو كان نقترح عليك باش تكون تعطي رايك باش تصلحها، شنو اول حاجه تبدا بها باش تصلحها؟ والله شوف، هي ازمات تونس ومشاكل تونس هي برشا. بون بالنسبه اذا كان تشوف معناها تو، شوف المواطن العادي شنو يحب يعيش؟ تونسي عايش يحب ياكل ويحب مثلا يمشي في امان ويحب، هذوما هما الحاجات. شوف روى، ثم برشا طموحات، شباب عنده حق في طموح، اللي يحب يولي لاباس عليه واللي يحب يعمل حاجه هذاك حق اي واحد، لكن معناها كتوانسه كلنا الانسان يعيش مرتاح مرفه شوي في حياته ويعيش في امان. معناها تو معناها تحس العباد تمشي بالليل تو مو احنا تو موجودين في الشارع هذا تو مو تصير اي حاجه، فهمت كيفاش؟ معناها تحس ما ثماش امان، معناها فهمتني؟ بالنسبه لي انا معناها امون ابي هذوما اكبر زوز مشاكل يعني فيها التونسي، فهمتني؟ بون تتفرق كل واحد ومخه كل واحد وكيفاش يفكر، تكون الحاجات هذه معناها كيما حكيت لك معناها المعيشه اليوميه والامن نتاع المواطن التونسي. سي تو. بون ثم برشا حاجات اخرى معناها كيما شنو مثلا؟ والله شوف برشا حاجات اخرى، والله معناها اذا كان باش ندخل برشا حاجات اخرى مش نبقى على الاقل تعرف 24 ساعه وانا نسمي لك فيها مره، خاطر تونس تو كلها مشاكل، فهمتني ولا؟ معناها باش نحكي لك، باش نحكي لك على البنيه التحتيه، باش نحكي لك على الاولاد معناها قاعده تحرق، معناها لاج معناها لي مينور معناها 15 سنه واللي قاعد يحرق. اي فوالا اخي بحاجه انك تشوف واحد عمره 15 سنه 14 سنه يقول لك الحرقه، نمشي نقول لك نمشي نحلق الواد ندخل للبرت نشوف العباد كيفاش تخبى ونقمر ولا شنيا الفازة باش من غدوه ولا من وقتاش يجي. انا باش نحكيها لك، معناها اون ديتاي اكثر من هك. انا مره نتذكر ثم نائب في البرلمان اسمه خالد الكريشي من ولايه القروان، فهمتني؟ سالوه سؤال قلت له بربي علاش اكثر معتمد اكثر ولايه في تونس يصير فيها حالات نتاع الانتحار كيما هكا؟ هو جاوبها معناها اجابه علميه، قال راني نحكي انا ومعناها وطبيبه نفسانيه، قلت له معناها علاش السبب هذا؟ قلت له لانه الشاب من حاله الموت اللي هو عايش معناها في حاله الموت، ما عنده حد شيء، معناها يقوم الصباح ما ثم حد شيء، فهمتني؟ لا ثم خدمه، لا ثم معناها بلاصه يترفه فيها، لا ثم حد شيء.
الى حاله الموت اللي هو معناه اللي هو معناه لطف يا ربي، معناه شنو قروح ولا حاجه. فهمت كيف؟ فهمت كيفاش هي تو انت كنائب في البرلمان بالرسمي راه خالد الكريشي وجه له النداء هذا ونتفرجت فيك في 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 قناه التونسيه الحوار التونسي. انت كي حللت الحكايه هذه علاش انت كنائب ما تكلمتش على الجهه نتاعك، على الفقر الموجود في القروان، على كذا؟ معناها انت حللتها علميا كهو مع اي فوالا سونتيفيكمون، معناها هو اللي الطياره برشا. اما باش تشوف معناها مشاكل الجهه هذه معناها. ومن بعد كي تسكر البرلمان، كي جا الرئيس وجمد البرلمان، قمت الكل ليه وكيفاش يجمد البرلمان؟ هيك ما عملتوا حتى شيء انتم في تونس. انت كل نائب، احنا انا مثلا في المنطقه نسكن فيها عندنا ثلاثه نائب نواب في البرلمان، ما عملوا حتى شيء. فهمتني ولا؟ تجي من بعد سونتيفيك مورا وهذا عمل هكا على خاطر هذه وهذا عمل هكا على خاطر هذه، معناها عيب عليكم، انتم عيب عليكم نواب، النواب نتاع تونس ومسؤولين نتاع تونس. والله شوف انا باش نحكي اكثر من هكا، بالله العظيم جا ربي ماذا بينا ما عادش تورونا وجوهكم، جيبوا لنا وجوه جديده. تونس راهي فيها برشا طيارات، انا نعرف المانيا بركه فيها اكثر من 4000 عالم تونسي ينجم يفيد البلاد هذه، درتوا بينا انتم بوجوهكم تعرفوا ما شفنا حتى شيء. هاي بالا. اليوم شنو البديل؟ كيف البديل؟ شنو البديل باش نحسنوا به البلاد؟ والله البديل ثم برشا، راه ثم نجموا نبدلوا نظام السياسي في البلاد اللي هو نظام برلماني معناها سيء على الاخر، نجموا نبدلوه يكون نظام رئاسي، ونظام رئاسي بيان سور يكون بشروط معينه. فهمت كيفاش؟ لانه باش نرجعوا نظام الرئاسي نتاع الدكتاتوريه والحكايات هذيك بالطبع ما يرضاها حتى حد. يبدلوا نظام موجود في البلاد الموجود الحالي، نظام برلماني، هذا نظام ماهوش فاشل ما ينجحش في 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 تونس وما ينجحش في حتى بلاصه. والاحزاب السياسيه والاحزاب الاسلاميه ذي عمرها ما نجحت في حتى دوله، حتى دوله. لانه انا مثلا انا باش نصلي بيني وبين ربي مش باش يدخل فلان ولا علان، باش يكون هو معناه وسيط بيني انا وبين ربي سبحانه، معناه الاسلام تكذبوا به هذا بالله زاد سيبونا من ديمقراطيه. هي كلمه بالنسبه لي انا كلمه ذي يكذبوا بها الامريكان، يكذبوا بها العرب. فهمتني؟ مثلا مش حتى ديمقراطيه، امريكا تحكي عن ديمقراطيه عندها زوج احزاب، احنا في تونس عندنا اكثر من 60 حزب. تصحيح ولا؟ امريكا عندها امريكا تحكي بالديمقراطيه في الدول العربيه والدول تحب تسيطر عليها، عندها زوج احزاب هذوما هم مسيطرين على المشهد السياسي في امريكا. تجي تدخل دوله عربيه وما نعرفش، احنا في تونس وصلنا 60 حزب، والديمقراطيه اللي باش تجوع الشعب ما حشتش به. معناها تو الديمقراطيه تحكي لي على الديمقراطيه والتعبير، حريه التعبير احكي كيما تحب وما نعرفش شنيا، وشعب جيع، معناها الشعب تعرف معناها تشوف حاجات معناها يرضى للجميع. معناها ما حشناش بها الديمقراطيه يا خويا، تعرفش كيفاش؟ جيبونا انسان معناها ديكتاتور، المهم ما احنا نعيشوا، يقوم مواطن تونسي عنده خدمه، شاب تونسي يوصل عمره 40 سنه وماهوش يخدم، معناها ديمقراطيه باش يسمحوا الديمقراطيه. هذيك كلمه هذيك الكلمه هذيا بتدعتها معناها الدول الكبيره كيما امريكا، ما تكذب بها على الشعوب.